النيابة العامة التمست الحكم بالعقوبة في حدها الأقصى وهي 20 سنة. وأقول لكم أن النيابة العامة كانت في متابعتها متساهلة لأن العقوبة هي 30 سنة، لأننا كنا أمام امرأة حامل، وهنا كنبين أن النيابة العامة ما كانتش دقيقة في المتابعة ديالها. التجارة في البشر، عنصر الحمل إذا كان بينا ومعروفا، لأن راه كانت في الشهر الأخير كان الحمل بينا ومعروفا، وبالتالي المتابعة كانت خاصها تقوم على أساس أنها حامل، وبالتالي كيفاش النيابة العامة كتابعوا على جلب أشخاص للبغاء وامرأة حامل؟ هنا استحضرت المرأة حامل، لماذا لم تستحضر النيابة العامة أن المرأة حامل في التجارة في البشر؟ نقول لكم النيابة العامة كانت متسامحة مع قليل الماء، وكان وحنا طلبنا في المتابعة، طلبنا في الملتمسات ديالنا النهائية، كان يجب على المحكمة أن تكيف التكييف القانوني الصحيح اللي هو التجارة في البشر، على أساس على أن الضحية أسماء كانت حامل وكان حملها بين ومعروفا، وبالتالي يتعين إعادة تكييف العقوبة والحكم بأقصى اللي هو 30 سنة وليس 20 سنة.